قولان اشكر مدرسة الإمام مالك التعليم العتيق التي بذلت مجهوداتها لإحياء هذا الملتقى الذي يتحفز فيه ويقومون بتشجيع حامل كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا استغرقت في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ما يزيد وما يقارب 3 سنوات، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنال رضا الله ورضا والدي، وأشكر أساتذتنا الفضلاء الذين بذلوا مجهوداتهم لكي يحفزونا إلى حفظ كتاب الله. كنشكر السي محمد حميدتي حيت عاوني باش نفهم القرآن ونحفظه، وكنشكر جمعية الإمام مالك وكنشكره بزاف، وكنشكر الملك ديالنا. كنشكر الفقيه ديالي حيت عاوني باش نحفظ القران، وعاوني باش نقرا في المدرسه ديالي، وفهمت منه بزاف وقريت فيه واستغرقت في الوقت ديالو 2 عامين. والمراد من هذا الملتقى هو الاحتفاء والاحتفال بختم القران. التلاميذ الذين ختموا القران لاول مره نحتفل بهم في هذه المناسبه، يعني يكونون مثلا يكونون من خريجي المدارس العتيقة والمساجد. وفي هذه السنة يشارك في هذه التظاهرة 14 تلميذا، من ضمنهم فتاتان اثنتان، كلهم ختموا القرآن لأول مرة. سيشاركون في عرس، يعني سينطلق مسيرة خاصة حاشدة يحضرها الرجال والنساء والأطفال، يعني من أهل البلد ومن الضيوف، تكون مسيرة حاشدة.